العاصمة الأكثر أماناً. إحنا اليوم في عاصمة أمريكا، واشنطن دي سي، بتقع بين ولاية فيرجينيا ولاية ميريلاند. وخلفي في الصورة زي ما انتو شايفين قصر الرئاسي للرئيس الامريكي اللي بيعيش حاليا في جو بايدن، وهو من اشهر القصور الرئاسية الموجودة في العالم. خلينا ناخدكم جولة بهاي المدينة اللي زيارت إلها قصيرة وراح تتكرر في المستقبل. استعدوا يا اخوان، الشرطة هناك سكرت الشارع، في موكب او في حدا مهم راح يمرق، فخليكم معنا نشوف شو راح يصير. من العجائب هون انه حوالين البيت الرئاسي يعني المفروض يكون في هدوء وما في صخب، بس بتلاقي مثلا فرق موسيقية، بتلاقي باعة متجولين، بتلاقي كثير شغلات حوالين القصر الرئاسي وعادي، فاشي كثير عجيب وغريب وقمة الحرية. زي ما شفتوا يا اخوان كيف الموكب، موكب الرئيس بيمشي، الناس بحريتهم، ما في اي ضغط عليهم، كل الناس بتصور بتتفرج، فيش جيش، فيش يعني فيش هال زي ما بيحكوا البروباغندا الكبيرة. المجسم اللي وراي بيمثل اللي هو تكريم لجورج واشنطن وللمحاربين القدامى في العاصمة الأمريكية، وهذا ارتفاعه تقريبا 555 قدم، وبيجوا عنده الناس عشان يتفرجوا على طريقة بنائه والأحجار اللي تم بنائه فيها، بالإضافة للتماثيل الموجودة حواليه. تقدر تطلع داخل هذا البرج تتفرج على المنطقة بشكل عام. وهون زي ما انتم شايفين هاي الأعمدة بتمثل ولايات أمريكا اللي هي 51 ولاية. طبعا ورانا هناك النصب التذكاري، وبخلفنا هون تمثال إبراهيم لينكولن الحاكم السادس عشر لأمريكا، محبوب ومشهور في أمريكا لأنه حرر العبيد في أمريكا وأنهى الحرب الأهلية في أمريكا، فكانت إنجازاته كثير قوية، بالإضافة إلى أنه تم اغتياله في هذا الوقت. صباح الخير، اليوم احنا بولاية فيرجينيا يا اخوان، جايين نوريكم نهر عظيم، فخليكم معنا عشان تشوفوا الصورة كمان شوي، نشرح لكم على المنطقة اللي احنا فيها. معنا مهند ومعنا مهنة محمد. زي ما شايفين وراي بالصورة هون نهر الباتاميك، وهاي الشلالات اللي بسموها Great Fall اللي هي النهر أو الشلال العظيم، جاي منبعه من ولاية فيرجينيا، وحالياً إحنا في ولاية فيرجينيا، وهذا النهر طويل جداً، يعتبر رابع أكبر نهر في أمريكا، طوله تقريباً 405 ميل، تقريباً 600 كيلو، بيرفد تقريباً 80% من المياه للعاصمة واشنطن، بالإضافة للولايات اللي جنبه
عم بيستفيدوا من هاي المي بالإضافة شطات البحرية أو المائية في النهر. احنا بنحاول نوصل لمنطقة اللي فيها يعني ناخذ شكل الشلال بطريقة احسن. بس المنطقة شوي غابات فيها وعورة وصخور، شكل الصخور هيك ذكرني في عجلون في الاردن. اخوان اكتبوا لنا بالتعليقات وين في انهر زي هيك في بلادكم العربية، وشو النشاطات ممكن تعملوها في هيك أمكنة في بلادكم. صراحة منظر يستحق الزيارة ويستحق إنه الواحد ينزل ويعمل هون مغامرات في النهر. إحنا وقتنا قصير في بين يعني عاصمة أمريكا واشنطن دي سي وفيرجينيا وميريلاند. طبعا زي ما بتعرفوا واشنطن دي سي هي مش ولاية، هي عاصمة تعتبر مقاطعة تقع بين ولايتين اللي هي فيرجينيا وميريلاند. في كثير ناس هون في أمريكا أو خارج أمريكا بيعتقدوا إنها ولاية، فهاي المعلومة خاطئة جدا. بعد زيارة النهر نروح نصلي الجمعة في مسجد ضخم جدا، هو مسجد تركي تم افتتاحه من قبل الرئيس التركي رجب طيب أردوغان. راح نوريكم المسجد بشكل سريع وهيك بنكون بنختم يومنا. إذا في شغلات راح أضيفها على الفيديو تشوفوها، وخليكم دائما بخير. حاليا نحن في ميريلاند، صلينا في هذا الجامع اللي هو الجامع التركي. زي ما شفتوا الشعائر الدينية وأداة صلاة الجمعة، يعني وكأنك في تركيا. وهون هذا المسجد بيشمل مجموعة أمور، منها مطعم، منها مدرسة، في أمور كثير حوالين المسجد عم بيقدموها للجالية المسلمة هون في ميريلاند، فإشي كثير حلو ما شاء الله ما شاء الله يعني. وراح نوريكم كمان في تحت أسواق تركية هيك بيبيعوا فيها تحف وأمور من تركيا، فاللي بحب يتعرف على الثقافة التركية ويصلي في مسجد بالتراث التركي ما عليه غير يجي على ميريلاند ويجي على هذا المسجد التركي، صراحة إشي رائع جدا. نختم حلقتنا اليوم، لا تنسوا اللايك والشير والسبسكرايب، والسلام عليكم.